في هذا الفيديو راح ندرس المودلينج للإنكريمنتال شافت إنكودر. فأول شيء نعمله هو أنه نفتح سيميلينك، نفتح بلانك موديل، ونفتح اللايبراري. هلا بنروح على السيمسكيب، بنروح على الفاونديشن لايبراري إلكتريكال، وبنختار إلكتريكال إلمنتس. طبعا الهدف هو انه نستخدم موديل جاهز لموتور. طبعا السيمسكيب فيه كل انواع الموتورز الاي سي والدي سي، لكن للتسهيل راح نستخدم موديل اسمه روتيشنال الكتروميكانيكال كونفرتر. فهو كونفرتر بيحول بين الكهرباء والميكانيك، ففيه طرف ازرق وطرف كهرباء بشبك عليه بوزيتيف ونيجاتيف، بيعطيني دوران بين الار والسي، وهلا راح نشوف كيف. لو عملنا دبل كليك عليه بحكي لنا انه هذا الكونفرتر هو بربط التورك مع الكرنت، وبربط الفولتج مع الانجلر فيلوسيتي من خلال كونستنت اوف بروبورشناليتي اللي هو K. فK ممكن اعطيه اي فاليو مناسبه، مثلا 0.1. فحتى يدور مثلا 10 راد بير سكند، 10 ضرب 0.1 لازم اعطيه 1 فولت. وبرضو العلاقة هنا بين التورك والكرنت. فهذا اشي كثير بسيط طبعا. هلا ممكن اني اجي شو اعمل، اجيب electrical sources، اختار DC voltage source، وهذا DC voltage source بربطه على DC part للconverter، وبعطيه قيمة مثلا 10 volts. سأجي بالنسبة للميكانيكال بارت. الميكانيكال بارت لازم يكون في إله ريفرنس، وبرضه الإلكتريكال بارت لازم يكون إله ريفرنس. فخلينا نبدأ بالإلكتريكال بارت، إلكتريكال إلمنتس، إلكتريكال ريفرنس، والريفرنس بنحطه هون. هلا بالنسبة للميكانيكال ريفرنس بنروح على ميكانيكال، بنروح على rotational elements، ومنختار mechanical rotational reference. هلا انتو عارفين اي اشي بيدور بيكون له reference. reference هو الشاسي او الستيتر، هو الاشي اللي ما بيدور هو الreference. فدائما لازم يكون عندنا mechanical reference وبنربطه على C الكومن. هلا rotational part اللي هو R هو عبارة عن شافت عم بيدور، بدنا نحاول نركب عليه لود. بما انه الشافت عم بيعمل عملية دورانية، فأنا بدي أعمل له ideal torque source يكون معاكس إله. فلو عملنا ideal torque source وشبكناه بالعكس، شوف كيف الاتجاه، اتجاه الدوران هذا عكس اتجاه الدوران هذا، بمعنى انه في عندي زي لود عم يعاكس حركة اتجاه الموتور. طبعا أنا بحاجة إنه يكون الاثنين محبوكين على نفس الكومن. وهلا بضل عندي S اللي هو كم نيوتن متر قيمة هذا اللود اللي الموتور لازم يدوره. بروح على اليوتيليتيز، بختار سيميلينك تو فيزيكال سيجنال، وبجيب constant، وبحط قيمة مثلا 1 نيوتن متر. هلا في هذه الحالة لو عملت run برضه راح يعطيني مشكلة، اللي هو انه ما في عندي solver configuration block. فبروح على السيمسكيب، على اليوتيليتيز، وبختار السولفر كونفيجريشن بلوك، وبشبكها على السيركت. تمام، الامور هلا تمام. هلا ايش الاشي اللي انا بدي اقيسه؟ بدي اقيس
rotational velocity أو rotational speed. فبروح على ال Simscape Electronics menu، بروح على Sensors وبختار ال Incremental Shaft Encoder. هلا ال Incremental Shaft Encoder بتكون من Input و Output. ال Input هو Two Signals، ال R وال C، فبشبك ال R على الشافت اللي عم بيدور وبشبك ال C على الريفرنس اللي ما عم بيدور حتى يكون في عندي relative motion. فشو اللي بيطلع عندي؟ بيطلع عندي 3 signals A و B و Z و reference. هلا ال A وال B أخذناهم لما غطينا هذا الموضوع في chapter 2 slide 28. بيكون في عندي 2 wheels في بيناتهم phase shift. بتتذكروا شو سبب الphase shift؟ الفيز شيفت بيساعدني على معرفة اتجاه الدوران. السيجنال الثالثة هي الزد، طبعا الزد مش موجودة في هذه الرسمة. هلا الزد أو السي بيعبر عنها هذه الصورة، اللي هو فعليا السي هي فتحة واحدة بتصير كل لفة. فA و B هم عدد من البلسز في اللفة، ممكن يكونوا 30 40 أو 100 بلس لللفة الكاملة، لكن زد هي 1 pulse per revolution. طيب السيجنالز A و B و Z راح يكونوا عبارة عن pulses voltages، فمعناته السيجنالز A و B و Z هم voltage signals that we need to measure أو to sense. في هذه الحالة احنا بحاجة نروح على electrical sensors، نختار voltage sensors. هسا ال voltage sensors هذول احنا بحاجة ثلاثة منهم، واحد منهم راح يكون لل A، واحد منهم للبي، واحد منهم للزد. طبعا كلهم بحاجة ريفرنس. ريفرنس الكهربائي هو نفسه هذا، ممكن اخذ نسخة منه اشبك عليه الريفرنس لكل السنسرز، وكمان الريفرنس تبع الانكريمنتال شافت انكودر. طيب معناته هذول الاوتبوتس. هلا بدي احاول اتفرج عليهم بسكوب. حتى اعمل هيك انا بحاجه اروح على اليوتيليتيز، البي اس السيميلينج كونفرتر، وهذا محتاج منه كمان ثلاثه. فبنحتاج واحد هون، واحد هون، والاخير. وهلا ممكن اروح اجيب سكوب سينكس سكوب. هذا السكوب انا بحاجه اعمل دبل كليك، اروح على السيتنجز، ادخل عليه 3 انبوتس، وبدي اللاي اوت تكون ثلاثه. فبهذا الشكل بختار ثلاثه وبضغط وبعمل اوكي، فبصير عندي ثلاثه فلوتس في نفس الوقت. وبشبك الاول، الثاني، والثالث. هلا المفروض ندخل على الـ Incremental Shaft Encoder ونختار كم عدد الـ Pulses per Revolution. فمثلا ممكن يكون عندي 50 Pulse per Revolution، يعني كل Revolution كاملة بتعد 50 Pulse من A، 50 Pulse من B، بس 1 Pulse من Z. Z دائما 1 Pulse. وقيمة الفولتج بين الصفر والخمسة، ما في عندي أي initial offset. فهلا لو أعمل run لو أحاول هلا أعمل zoom in، فواضح إنه هذا هو ال A signals، هي pulses مستمرة، هذه ال B، وهذه الزد. فواضح انه الزد كل لفة كاملة 1 pulse، بس بين اللفة واللفة في عندي 50 pulse من B و 50 pulse من A. طب شو الفرق بين A و B؟ لو اعمل زوم ان اكثر بيبين معي هون which one is leading. هلأ هون واضح انه A is leading B. لما A is leading B
تكون اتجاه مثلا clockwise. كيف نخلي الاتجاه counter clockwise ونشوف هل A راح تضلها leading B ولا راح يصير العكس؟ بنعمل من خلال انه نخلي ال K negative. لو خلينا negative بصير counter clockwise او يلف بالعكس. فلو عملنا run المتوقع هلا انه تصير B is leading A، وفعليا هذا اللي صار، صارت B is leading A. لما تغير اتجاه الدوران يتغير بالتالي which one is leading the other. فلو رجعناها positive وعملنا simulation مثلا فقط لأول نص ثانية، فغيرنا هون simulation time لنص، عملنا run، فلو واضح انه خلال نص ثانية كم لف لف الموتور، لف لفة تنتين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وتقريبا أكثر من نص بشوي. فشو اللي راح يصير لو قللنا الـ DC Voltage Source من 10 ل 5؟ هل راح يزيد عدد لفات الموتور ولا راح تقل؟ فمتوقع أنها تقل، لأنه لما تقلل أنت الـ DC Voltage راح يضعف الموتور، فبالتالي بدل 7 راح يدور مرة تنتين ثلاثة تقريبا 4 مرات بدل 7 أو 7.5 مرة. فهذا هو الموديل اللي من خلاله قدرنا نفهم الـ Incremental Shaft Encoder ونحلل السيجنالز تبعته A و B و Z.